إن شاء الله في الليل نتفكر سعيد فيها أنا واجدين واجدين يعني عندنا تجري كنعرفوا المحامي الراجع في الكويت ديالنا عطاك التفاصيل ديالنا كنعرف الوكلاء كنعرف الاجهزه الرياضيه كنعرف الانديه فاللقاءات ديالي مع المحامي كنقول لهم ان اي رئيس اللي بغى يجي نادي رجاء رياضي خصها تكون عنده تجربه هذيك التجربه مايمكنش تاخذها مباشره دونك انا راني حنا حدي بحال بريز يعني كتحيد بريز ديال الكوميتي الحالي وكتدخل بالبريز جديد يعني ان الحمد لله ما توفر على علاقات ما توفر على فكر الفكرة واضحة على اللي خصنا في نادي رجاء رياضي ما يخصناش واحد الوقت ديال الضغطاسيون ولا واحد الوقت باش نفكروا ولا نمشيو نحاولوا ناخذوا التليفونات ديال الوكلاء ولا ديال اللاعبين ولا ديال هذا الحمد لله كلشي واجد ابتداء بهذه الليلة غنشتغلوا ان شاء الله غنعقد مجموعة ديال اللقاءات مع الأجهزة التقنية ومع اللاعبين ومع الأجهزة الإدارية والمشروع إن شاء الله الذي قدمته للأستاذ المنخري في 6 محطات خلال 3 أيام سأحاول قدر المستطاع ندير أكثر من جديد باش نطبقوه مستحيل أن نطبقوه 100% ولكن إن شاء الله غناخدوه غنطبقوه نقطة بنقطة ووجه تحية لجمهور نادي رجاء رياضي وكنطلب من جميع فعاليات نادي رجاء رياضي أن تتاح مراد الفريق الراجة كبيرة باش بهذه الديمقراطية وبهذا السلاح وبهذا الحب اللي كيجمع بين جميع المكونات ديالو صافي صافي يلا يلا كيفك تحياتي شنو